الآن ينضم لنا من طهران مراسل عربي حسام دياب، أهلا بك يا حسام. هل صدرت أي ردود فعل في طهران على اغتيال سعيد علي دادي المستشار في الحرس الثوري الإيراني؟ وكذلك هل من تفاصيل إضافية حول عملية الاغتيال التي وقعت في دمشق؟ يحيى، لا ردود إيرانية حتى الآن حول الضربة التي استهدفت أحد المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا على ما يبدو وأضرار مادية، من بينهم أحد مستشاري إيران من الحرس الثوري الإيراني، وهو كما ذكر الخبر سعيد علي دادي، يبلغ من العمر 45 عاما بحسب مواقع إيرانية غير رسمية. لا تأكيدات حول رتبة علي دادي في سوريا وطبيعة العمل والمهام التي كان يقوم بها في سوريا ومنذ متى يتواجد في سوريا بشكل عام، لكن تضاف هذه الضربة على ما يبدو لعدد من الضربات والاستهدافات التي نالت عدد من المواقع والنقاط الإيرانية المتواجدة في سوريا والعراق خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشخصيات المهمة في الحرس الثوري الإيراني. رضوي موسوي قبل نحو 40 يوما من الآن، وهو مسؤول كبير لوجستي ويعد الرجل الثاني بعد قاسم سليماني في الحرس وفي فيلق القدس من ناحية أخرى، وقبل أسبوعين تقريبا صادق أميدزادة الرجل الاستخباراتي المهم في فيلق القدس أيضا، والآن سعيد علي دادي، إلى إضافة إلى عدد من الشخصيات الإيرانية التي سقطت خلال الأسابيع الماضية. أيضا عبد اللهيان وزير الخارجية الإيرانية أكد منذ نحو أسبوعين بأن التواجد الإيراني أو عمل المستشار الإيرانيين مستمر في سوريا، وبأن هذه الضربات لن تثني إيران عن الذهاب بعيدا في عملية الدفاع عما أسمته محور المقاومة واستمرار المشروع ضد التواجد الأمريكي في المنطقة وضد المشاريع الإسرائيلية تحديدا. هذه التصريحات وهذا الاستهداف أيضا يأتي في ظل تهديدات أمريكية بعد الضربة التي وجهت للقاعدة الأمريكية البرج 22 على الحدود الأردنية السورية. تقارير سي بي اس نيوز الأمريكية تقول بأن البيت الأبيض وضع إجراءاته للرد في العراق وفي سوريا على نقاط التواجد الإيراني، والمشهد مفتوح أمام احتمالين، إما الذهاب نحو حرب وإما القبول بالخسائر والقبول بالأمور التي وصل إليها الجميع في ظل استمرار العمليات وفي ظل الحديث أيضا عن قرب وجود هدنة ووقف لإطلاق النار في غزة. أما بالنسبة للجبهة الإسرائيلية فجبهة الاستهداف مستمرة بين إيران وبين إسرائيل على مستوى الشخصيات والمصالح، آخرها ما ذكره بيان لوزارة الأمن الإيرانية عن الكشف عن شبكة كبيرة للتعامل مع الموساد في 28 دولة، من بينهم أيضا عدد من الجواسيس الإيرانيين الذين يعملون أيضا لصالح دول أخرى والذين تم تجنيدهم للقيام بعدد من المهام داخل الأراضي المتواجدين فيها، وأن الجانب الإيراني سيقوم بالتواصل مع الدول التي يملك معها علاقات استخباراتية قوية لمعرفة كيف سيتم التعامل مع هذه الشخصيات. بالنسبة لي استهداف سعيد علي دادي وفي ظل الضغوط الموجودة هنا داخليا على إيران فيما يتعلق بعملية الرد، على ما يبدو أن إيران قد تقوم بحسب بعض التحليلات بعدد من الإجراءات الأمنية المهمة على مستوى حماية شخصيات إيرانية في الحرس الثوري وفي فيلق القدس تحديدا في سوريا والعراق، بالنظر للوعود والتهديدات الأمريكية. قد نشهد خلال الفترة المقبلة عدد من التغييرات والإجراءات الأمنية الكبيرة لهذا الشخصيات، تغيير أماكن وجودها وربما سحبها جزئيا من المناطق المتواجدين فيها، رغم تأكيدات الجانب الإيراني اليوم على لسان الرئيس الإيراني بأن إيران لن تبدأ حربا مع الأطراف الأخرى، لكنها موجودة وجاهزة عمليا وتقنيا للرد على أي تهديد. نعم يحيى، أشكرك جزيلا مراسل عربي حسام دياب، كنت معنا من طهران.